خليني اقول لك الاخبار اللي عندنا اللي ليها علاقه بالاهلي، وبالتحديد في ملف المهاجم بعد ما اتكلمنا على الحته دي خلاص ماشي. بس احنا بنتكلم معاكم دايما على الجديد اللي موجود دلوقتي. يعني قلت لكم يوم السبت اللي فات وهعيد على المعلومه، ليه هعيد عليها؟ عشان هيجي كمان اسبوعين ثلاثه ناس هتيجي تقول لك انفراد. يعني انا بقول انا قايل لك من يوم السبت اللي فات، وهنحتاج الفيديو بتاع يوم السبت اللي فات ده، لما قلت لحضرتك ان الاهلي بيقترب من التعاقد مع مهاجم اجنبي تحت السن افريقي تحديدا، وفي اتنين من اللاعبين اصحاب الجنسيات الغاني والايفواري وفي غيرهم، بس هما كانت قايمه مكونه من خمس لاعبين اصبحوا تلات لاعبين اللي اعرفهم، واحد ايفواري وواحد غاني، التالت ما اعرفش جنسيته عشان اكون امين معاك مش هألف. ده يعني بعد بطولة السوبر المصري اللي هتكون في الامارات كمان كام يوم، القصة هتحسم مع كولر، هيختار واحد وهيجي. طيب ادي دي معلومة احنا قلناها يوم السبت. طب ايه الجديد؟ الجديد ان في مهاجم فوق السن، في مهاجم فوق السن مكان موديست اللي انا في نفس الحلقة يوم السبت اللي فات قلت لحضراتكم ده في عز ما الاهلي كان كسبان اتحاد جدة ومحدش كان بيتكلم على المهاجم ساعتها، الاهلي كسبان وده طبيعي، بس قلت لكم الاهلي استقر على ان موديست خلاص سيرحل في يناير باي اليه، سواء بقى فسخ عقد بالتراضي يجي له عرض، لان في تصريحات منتشره لوكيله في انديه في اوروبا عايزه موديست. ده تصريحات وكيل، ده وكيل اللاعب طبيعي هيقول لحضرتك كده، لا نادي عايزه ولا مش نادي عايزه. طب خليني اقول لك الجديد كمان على موديست قبل ما اجي لك في بقيه الاسماء اللي ممكن تكون مش ممكن تكون مرشحه، اقول لك بالظبط الاعداد ايه والامور ماشيه ازاي. الراجل موديست دلوقتي داخل معسكر النادي الاهلي بيمر بحالة احباط شديدة شديدة، اللاعب محبط جدا لانه شايف ان هو ما كانش موفق بالمرة مع الاهلي، وشايف ان هو من نوع من بشكل من الاشكال او باي شكل من الاشكال تعرض لظلم كبير جدا او نوع من انواع عدم التوفيق، الظلم بالتحديد بسبب الكارت الاحمر اللي خده ومظلوم فيه في الحقيقة، يعني في الماتش بتاع اتحاد جدة الكرة بتاعت احمد حجازي. لكن اللاعب عنده حالة إحباط وبيفكر إن هو يعتزل في حالة انتهاء مشواره مع النادي الأهلي بشكل رسمي، يا إما هيشوف أي حاجة في أوروبا كده يقضي فيها يعني أيامه الكروية شوية، يا إما لو مفيش حاجة مناسبة بالنسبة له سيعتزل كرة القدم، سيعتزل كرة القدم. خلاص؟ فهو بيمر بحالة من حالات الإحباط غير الطبيعية. طيب الجديد ان الاهلي عايز مهاجم فوق السن، ده امر مفروغ منه، لان انا حتى قبل ما اعرف المعلومه عرفتها النهارده، قبل ما اعرفها امبارح قلت لك كده كده الاهلي لو هيجيب المهاجم الاجنبي اللي تحت السن ده برده محتاج مهاجم فوق السن اجنبي، سواء بقى هتجيب مهاجم مصري او هتجيب مهاجم اجنبي، المهم برده مهاجم انت محتاجه فوق السن، لان بصراحه برده اللي تحت السن ده مش هيبقى مضمون بنسبه كبيره، يعني برده عشان نكون صراحه لو جبت موهبه فذه يعني. في ثلاث اسماء يا جماعه مرشحه فوق السن، ثلاث اسماء مرشحه فوق السن في مركز المهاجم في النادي الاهلي. وانا بيني وبينكم وانا بتكلم دلوقتي انا حاسس ان انا والله العظيم حاسس ان انا قلت الكلام ده قبل كده، لان في كل فتره انتقالات بيتكرر نفس الكلام، لكن انا دوري ان انا اقول لحضرتك المعلومه. والناس يا جماعه عشان نبقى برضه بنتكلم بمنتهى الوضوح، الناس في النادي كاداره، لان الناس هتقعد تقول لك اداره الاهلي مش مقصره المشكله، وعلى فكره ده مش تقرير من كولر، وجهه نظر فنيه، الناس وكيل كولر نفسه قال لك ايه، اتعرض على كولر مش عارف 30 ولا 50 اسم، سواء عايز مواصفات معينه، الراجل هو اللي مسك في موديست. المهم يعني الثلاث اسماء منهم جوستافو سوزا اللي عقده بينتهي مع فريقه جومبوك هونداي الياباني في الشهر ده، عقده يخلص في الشهر ده او الكوري انا اسف، عقده يخلص الشهر ده، فهو اللاعب البرازيلي الشهير بالنسبه لنا خلاص في مصر. يعني يا بص لو عملت سيرش هتلاقي كم الاخبار على جوستافو سوزا على مدار فترتين انتقالاته فاتوا يعني. فبالتالي اهو اسمه بيعود للصوره بقوه، لان كولر كان مقتنع بيه جدا، هو نفس بروفايل موديست بس المرونه اكيد مختلفه، اكيد هيكون افضل، مفيش حد هيكون في نفس مستوى موديست، لو جبت ايه هيكون افضل من موديست. فالراجل ده من ضمن ثلاث اسماء مرشحه لانتداب احدهما في شهر يناير،
المقبل اللي هو كمان كام يوم. الملف يتحسم امتى؟ بص في حاجات بتاخد وقت، لكن من المفترض ان بعد كاس السوبر الملفات كلها اللي تتعلق بتدعيم الاهلي، فريق الاهلي في صف في صفوفه في شهر يناير، تدعيم صفوف الاهلي في شهر يناير، المفروض بعد ماتشات السوبر على طول عشان القصه تخلص. لا قلت لك وابتديت كلامي بايه؟ قلت لك مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد عايز يخلص من القصه دي، تعب، عايز يرتاح، عايز يرتاح من الضغط بتاع مهاجم الاهلي، مهاجم الاهلي، الاهلي مش عارف يجيب مهاجم، عايزين يرتاحوا. خلاص؟ والنيه عند النادي الاهلي ان هو دلوقتي لما عايز يجيب مهاجم عايز يجيب واحد يتعاقد معاه 3 4 سنين. سيبك من موضوع سنه التجربه بتاعت مودس دي اثبتت فشلها فشل ذريع. فعايزين نجيب واحد يتعاقدوا معاه 3 4 سنين، خلي بالك ده غير المهاجم اللي تحت السن، خلاص كده؟ فده الجديد في ملف المهاجم. كلام كتير بخصوص موضوع محمد الشناوي ودمك السعودي وعرض ومش عرض والقصه ماشيه ازاي. طيب خلينا ناخدها واحده واحده. هل يا جماعه في اهتمام بمحمد الشناوي في الدوري السعودي؟ لا، في اهتمام طبعا كبير جدا، كبير جدا. هقول لك معلومه مهمه دلوقتي، بس هناك في السعوديه الناس مبهوره بمحمد الشناوي، هناك في السعوديه الناس في الشارع بيتكلموا محمد الشناوي، بيتكلموا على محمد الشناوي، وهو فعلا يستحق كده، يعني هو حارس كبير جدا جدا. ففي اكتر من فريق، مش دمك بس، اكتر من فريق مهتم بالتعاقد مع محمد الشناوي، ده امر مؤكد. بس الاهتمام حاجه يا جماعه والعرض الرسمي حاجه. هل في اي عروض رسميه جت للنادي الاهلي؟ لا خالص لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي، مفيش اي عرض رسمي وصل للنادي الاهلي بخصوص محمد الشناوي. طيب هنا السؤال بقى، حد هيقول لي طب ماشي مفيش عرض رسمي، طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ الاهتمام بعدين ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان بعد الاهتمام يجي عرض رسمي. طب بعد العرض الرسمي الاهلي هيكون موقفه ايه؟ انا بقول لحضرتك الاهلي مش عارض الشناوي للبيع. الاهلي لن يفرط في الشناوي على اقل تقدير في شهر يناير المقبل، لان الناس في النادي الاهلي بيقول لك طب احنا لو مشينا الشناوي هنكمل بطوله دوري ابطال افريقيا ازاي؟ اه طبعا عندنا حراس واعدين، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، ممكن تجيب مثلا حارس كمان من بره مفيش مشكله، لكن في نفس الوقت يقول لك ما ينفعش امشيه في نص الموسم. لو في نية لرحيل الشناوي وتكون الرغبة عند الشناوي هيكون مع نهاية الموسم مش في يناير. فأمر بيع الشناوي حتى لو وصل عرض مغري جدا للأهلي في يناير هيكون صعب جدا، صعب جدا. خلاص؟ ففي اهتمام، في اهتمام، في عرض مفيش عرض، هيجي عرض وارد جدا يجي عرض. موقف الأهلي ايه؟ الأهلي مش هيبيع في يناير، ممكن يبيع امتى؟ ممكن يبيع في الصيف. خلاص كده؟ فده ملف برضه الشناوي كله، لان الكلام هيفضل كتير عشان هو خصوصا بعد تالقه الكبير في كاس العالم للانديه. وبصراحه قبل تالقه في كاس العالم للانديه نتكلم على حارس مصر الاول، واحد انا في رايي الشناوي دلوقتي يتقارن بعصام الحضري عادي جدا، يتقارن بعصام الحضري عادي جدا. اه عصام الحضري ده حارس اسطوري، بس انا بشوف الشناوي ما يقلش عن عصام الحضري، ناقص له بس ياخد بطوله مع منتخب مصر. آه يا سيدي صعب ياخد 3 بطولات زي ما الحضري خد، او الحضري كمان خد 4 لان خد 98 كان دكه لنادر السعيد، بس خد اتحسب له 4 بطولات افريقيه مع منتخب مصر. الحضري يوصل كاس عالم، الشناوي يوصل كاس عالم. انا مش بحاول ان انا اقول ده افضل من ده ولا ده افضل من ده، انا بقول لك لا، لما تيجي تتكلم على حراس مصر التاريخيين هتتكلم على حضري الشناوي طبعا. بخلاف طبعا الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، بخلاف ناس اسماء كتيره جدا عشان ما انساش حد يعني. كابتن اكرامي طبعا الكبير. فبالتالي حارس يتمناه اي فريق، لكن انا حكيت لك بالظبط الموقف هيكون ماشي ازاي خلال المرحله المقبله.